وضع خطة أمنية محكمة تتمثل في غلق المدينة بحواجز أمنية ثابتة ووضع وضعيات داخل المدينة بالإضافة إلى دوريات. باعتبار ولاية خنشلة ضمن الولايات المعنية بهذا الإجراء بداية من تاريخ اليوم الأحد 5 أفريل 2020 ابتداء من الساعة 7 مساء وإلى غاية 7 صباحا، سخرت مصالح أمن ولاية خنشلة على غرار أمن ولاية الوطن بإشراف مباشر من السيد رئيس أمن الولاية إمكاناتها المادية والبشرية من أجل الوقوف على مدى تجسيد الحجر الصحي الجزئي. البداية كانت من خلال توجيه نداءات عبر مكبرات الصوت للمواطنين من أجل الالتزام بمنازلهم. بعد ذلك تم الانطلاق في تجسيد عملية الحجر الصحي الجزئي بداية بغلق مداخل ومخارج المدينة بقطاع الاختصاص، تكليف الدوريات الراكبة والراجلة، ووضع نقاط مراقبة متنقلة بقطاع الاختصاص لمنع التجمعات ومحاربة مخالفي الحظر. أين لمسنا يعني استجابة طيبة من قبل المواطن الخنشلي لهذه الإجراءات؟